صباح الخير، صباح الخير من بروكسل، وبحلقة جديدة من سلسلة الندوات الافتراضية حول الانتقال الطاقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والطريق إلى مؤتمر الأطراف 28 كوب 28. هذه خلي أتوقف من الشير طبعا، و فإذا صباح الخير مجددا. وطبعا اليوم سنتكلم عن التقنيات، وطبعا ليس كل العالم فنيين في التقنيات كما ترون بعد كل هذه السنوات، وبعدني بتلبك بالزوم وميك هوست وشير سكرين والى ما هنالك. هذه امور بسيطه ونحن نتعب فيها، فما بالنا بمواضيع اكثر معقده مثل الانتقال في مجال الطاقه والتقنيات المطلوبه للوصول الى الاهداف المرجوه. فهذه الحلقه اليوم هي من سلسله الندوات التي بداناها، وهي الاخيره قبل ان ننتقل الى كوب 28 الى دبي، و ننقل الأحداث التي تحصل في دبي. وترتكز هذه الحلقة على التقنيات الجديدة التي نحن بحاجة إليها والتي تقود التحول الطاقي العالمي. سوف نتكلم عن استخدامها، تأثيرها في المنطقة، وفي أي مرحلة من النضوج هي هذه التقنيات التي نتكلم عنها، وما هو دور منطقة شرق المتوسط أو شرق المتوسط وشمال أفريقيا في هذا الموضوع. ولنتكلم عن هذه المواضيع وأكثر، يشرفنا أن نستضيف اليوم الدكتورة آسيا زنودة، وهي دكتورة في الهندسة الصناعية في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس، وأستاذة جامعية في الجامعة نفسها، والدكتور عبد الله عيسى العباسي من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. اليوم الحلقة مع مهندسين، وبالتالي يسعدنا أن تكونوا ضيفي في هذه الحلقة. ودائما كل الشكر لزملائي في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، واليوم كل الشكر لياسمين حافظ التي تواكبنا، ونتمنى كل التوفيق وألف مبروك لزميلتنا حنان التي بمولودها الأول. والمحور الأول اليوم سيكون حول التقنيات الجديدة، وما هي هذه التقنيات، وتبسيط الأمور مع ضيوفنا حول هذه التقنيات التي نسمع عنها ونسمع الكثير عنها، ولكن في بعض الأحيان لا نعرف ما هي أو لا نفهم دورها في الانتقال الطاقي. المحور الأول سوف يكون عن فهمنا لهذه التقنيات، ونبدأ مع الدكتور عبد الله. مرحبا وأهلا وسهلا فيك في سلسلة الندوات. ودكتور عبد الله، السؤال الأول لك أن تعطينا لمحة عامة عن ما هي هذه الابتكارات الرئيسية والتقنيات الجديدة المستخدمة أو المطلوبة حاليا من جميع الدول للانتقال بالطاقة، فإليك الكلام. صباح الخير، وأود في البداية أن أشكر يعني معهد الحوكمة، معهد حوكمة الموارد الطبيعية على هذه الندوة التي يعني تنطلق باللغة العربية، ونحن فعلا نفتقد في عالمنا العربي مثل هذه الندوات التقنية التي تتناول قضايا حيوية وأساسية، والتي يعني لا يتم تناولها بشكل يصل إلى الرأي العام والشارع العربي يعني باللغة العربية. وللأسف، لأن يعني لعل أن هذه التقنيات بشكل عام أو بشكل أساسي هي تقنيات لم يعني تطور في الوطن العربي، بل هي طورت يعني في العالم الغربي. ونفس ما يعني كنا نتكلم قبل هذه الحلقة، أن نحن يعني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحن مستوردين لهذه التقنيات، ونحن بحاجة يعني إلى يعني أن نكثف جهودنا في الندوات، وأيضا
أن نوجد الآلية والطريقة العملية لنكون منتجين يعني لهذه التكنولوجيا، والتي نحن الآن بحاجة إليها أكبر مما سبق، إما عن طريق أن نحن بحاجة أن يكون عندنا تنوع في مصادر الدخل، وأيضا الطاقة لها علاقة بالاقتصاد والتنمية. طبعا هذه مقدمة يعني سريعة، ولعل يعني رجوعا إلى إلى سؤالك، السؤال يعني لما نتكلم إحنا عن يعني الطاقة أو الانتقال إلى الطاقة يعني المطلوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنستطيع أن نقسم أنواع الطاقة إلى ثلاثة أنواع أساسية. النوع الأول هو الطاقة التقليدية، والتي يعني تكون عن طريق النفط، أن تكون بشكل أساسي عن طريق الغاز والهيدروكاربونز بشكل عام. وعندنا الطاقة المتجددة، والتي تشمل يعني طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدرو والأنواع المختلفة من هذه الطاقات، والتي يعني تعتمد على الظروف الطبيعية لكل بلد. فلا نستطيع مثلا نقول أن البحرين تتشابه مثلا مع المغرب، أو المغرب تتشابه مع المملكة العربية السعودية، لأن هذه الطاقات المتجددة تختلف على حسب المنطقة الجغرافية وعلى حسب التقنيات التي تصلح في هذه المنطقة. والنوع الثاني أو النوع الثالث هي ما أسميه أنا الطاقة الجديدة، وهي تشمل طاقة الرياح، طاقة النووية. والطاقة النووية اليوم تشهد أيضا في منطقة الخليج، عندنا مفاعلين نوويين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندنا مشاريع كانت لمثل الطاقة النووية أيضا. واليوم احنا نتكلم عن ما يسمى بالسمارت سمول رياكترز، وهذه التطبيقات يعني مختلفة. ولما نتكلم أيضا يعني في الطاقة الجديدة، اليوم الحديث أيضا يعني يشمل يعني طاقة الهيدروجين بأنواعها وبألوانها. يعني الهيدروجين، عندنا الهيدروجين الأخضر والأزرق والرمادي، وعندنا أيضا الوردي، وعندنا ألوان مختلفة للهيدروجين. فهي كلها طاقات اليوم يعني تدخل في مفهوم انتقال الطاقة. ونقطة أخيرة في الجواب على هذه يعني هذا المكس من أو هذا الخليط من 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 أنواع الطاقة، إن كل دولة أو كل منطقة بحاجة أن تختار خليط الطاقة الذي يتناسب مع ظروفها الطبيعية ومواردها الطبيعية، وأيضا مع طبيعة استهلاكها، بشكل إن لا نستطيع أن نقول أن الدول العربية أو هذه الدولة أو كل الدول لابد أن تكون لها نسب يعني متشاركة، ولكن الذي نستطيع أن نقول أنه لابد أن يكون هناك خليط من الطاقة، بحيث يشمل أولا الجانب الأول يعني يضمن قضية الريلايبيليتي، وهي الاستداء والموثوقية الطاقة، وأيضا الاستقرار الطاقة أيضا في المنطقة، وأيضا أنه يخدم الاستهلاك المتصاعد للطاقة بشكل يتناسب مع التحديات التي تشهدها المنطقة. طبعا هذا بشكل عام، وهناك ايضا يعني تفصيلات في قضايا الطاقه. يعني اذا يعني اختم بس، ان هناك ايضا انواع جديده من الطاقه هي في مجال البحث والتطوير، وسنشهد ان شاء الله خلال يعني السنوات القادمه سنشهد قفزات نوعيه في هذا المجال، واذكر الاندماج النووي نيوكليير فيوجن، هو ما زال في مجال البحث العلمي والتطوير، إلا أنه أيضا سيكون من المجالات الرائدة في المستقبل إذا يعني وفرت له الإمكانيات البحثية المناسبة إن شاء الله. شكرا أستاذ دكتور عبدالله على هاللمحة. دكتور آسيا ذكر الكلمة السحرية الهيدروجين، ونرى اليوم أن الهيدروجين الأخضر إحدى التقنيات الرئيسية التي الجميع يتكلم عنها، وكلما نتكلم عن انتقال في مجال الطاقة وصعوبة الانتقال يقولون الحل في الهيدروجين الأخضر. نريد منك قبل أن ندخل إلى مشاكل أو الفرص إتترا، ما هو هذا الهيدروجين أساساً، وما هو الهيدروجين الأخضر الذي يتكلم الجميع عنه خاصة في منطقتنا؟ تفضلي.
شكرا، شكرا على الاستضافة، وشكرا على هذا الويبينار. يعني الموضوع موضوع مهم جدا بالنسبة للعالم ككل وللمنطقة العربية بشكل خاص. راح أبدأ بالتعريف الهيدروجين. قبل الهيدروجين الأخضر، ما هو الهيدروجين؟ الهيدروجين هو عنصر طبيعي موجود في عدة موارد طبيعية مثل الهواء والماء، وهو مكون أساسي في الهيدروكربونات المحروقات، يعني التي نستعملها بطريقة تقليدية مثل الغاز الطبيعي والبترول. ما هو الجديد في الهيدروجين؟ الجديد في الهيدروجين هو كيفية إنتاج الهيدروجين. الهيدروجين الأخضر هو هيدروجين نفس المكون، هو نفس العنصر الطبيعي، بس الفرق هو في طريقة تصنيع هذا الهيدروجين. بدي أحكي قبل طريقة التصنيع على أهمية الهيدروجين ولماذا هو عنصر طبيعي مهم وأهمية استعماله في الميدان الطاقة بالأخص. هو ممكن استعمال الهيدروجين في عدة قطاعات مثل الصناعة مثلا. في الميدان الصناعي يتم استعمال حاليا يتم استعمال الهيدروجين في عدة قطاعات مثل صناعة الحديد، صناعة تكرير النفط، صناعة الأمونيا. يعني هو حاليا مستعمل، والتكنولوجيات التي تمكن من استعمال الهيدروجين موجودة. يمكن أيضا استعمال الهيدروجين كمصدر للطاقة، وهو مصدر مهم، يمكن أن يكون مصدر مهم للطاقة، لأنه يتمتع بقيمة حرارية هامة مقارنة بالمحروقات الأخرى. مثلاً إذا نقارن الطاقة الحرارية للهيدروجين للطاقة الحرارية للبنزين، الطاقة الحرارية للهيدروجين هي 3 مرات أكبر من الطاقة الحرارية للبنزين. يعني بنفس الكمية من الهيدروجين ومن البنزين يمكن أن ننتج 3 مرات أكثر طاقة. لذا يقولون انه جزء من الاستعمال قد يكون انه للنقل، كالهيدروجين للنقل لاستبدال البنزين، وبالتالي التخفيف من انتاج النفط والغاز، النفط والبنزين، يعني للحاجات الانتقال. صحيح هذا كمان؟ صحيح، يا صحيح. هناك عنصر هام أنه الهيدروجين ممكن نستعمله في عدة قطاعات. أنا ذكرت قطاع الصناعة، بس ممكن نستعمل الهيدروجين لإنتاج الكهرباء، ممكن نستعمل الهيدروجين للنقل أيضا، ممكن نستعمل الهيدروجين حتى في الفلاحة عبر الأسمدة، يمكن إنتاج الأسمدة الأمونيا مثلا بالهيدروجين. وإذا ممكن نستعمل الهيدروجين أخضر، راح نتمكن من تصنيع الأمونيا بأقل environmental impacts، يعني تأثير الأثر البيئي يكون منخفض أقل إذا استعملنا هذه المواد في الفلاحة. وحتى إذا استعملنا الهيدروجين كمصدر للطاقة، يعني عبر الإحراق الهيدروجين، هو أيضا مهم، لأنه إحراق الهيدروجين، عملية إحراق الهيدروجين لا تعطي ثاني أكسيد الكربون مثل المحروقات الكلاسيكية، بل تعطي الماء. كمان من هالناحية. سو تقولوا الجرين هيدروجين. So for the green hydrogen، الفرق هو في كيفية إنتاج الهيدروجين. حاليا الطرق الكلاسيكية المستعملة بنسبة 95% في العالم، الطريقة التقليدية هي vapor reforming، يعني إصلاح البخاري للهيدروكربونات، ننتج الهيدروجين من الهيدروكربونات les hydrocarbures classiques. يعني النفط والغاز بتستعمليه تشيل الهيدروجين. يس. اوكي. وهذه طريقة ملوثة لأنها تنتج CO.
طبعا، لأنه أساسا نحن معركة العالم هي مع النفط والغاز. هي مع النفط والغاز ومع التلوث البيئي، طبعا وثاني انتج ثاني اكسيد الكربون ولا اكسيد الكربون. هناك طرق جديده لانتاج الهيدروجين، وهذه الطرق هي اللي تعطي الالوان المختلفه اللي تحدث عليها استاذ عبد الله. من بين هذه الطرق انتاج الهيدروجين عبر التحليل الكيميائي للماء الكتروليز. وهذه العمليه تمكننا من انتاج الهيدروجين بدون اثر سلبي على الطبيعه، وهو الهيدروجين الاخضر. يعني الهيدروجين الاخضر هو هيدروجين كلاسيكي، بس الانتاج بتاعه بيصير عبر تقنيه الالكتروليز اللي هي صديقه للبيئه. وهذه الالكتروليز هي كيف تشتغل؟ تبسيط يعني، فقط لانه نبسط الامور. هي عن طريق تفاعل كيميائي من رياكسيون شيميك اللي تمكننا من تحليل لموليكول دو H2O، تحليلها الى هيدروجين واكسجين. اوكي، سو يعني هلا اللي عم ينشغل ليكون انه الهيدروجين له استعمال، يقولون انه الاستعمالات قد تكون في الصناعه وفي الفلاحه وفي النقل، انه هيدا قد يكون الطلب هنالك، وعليهم ان يخلقوا الطلب، لانه اللي عم نشوفه مشكله انه الطلب ليس كما انه يعني كما متوقع ان يكون الانتاج، يعني المعروض اليوم او اذا المتوقع من المعروض هو اكثر مما هو اين المستهلك وفي اي مجالات تستهلك. وبالتالي اليوم هنالك الكثير من الكلام حول اين يستهلك او اين يستخدم هذا الهيدروجين. عم نحكي مشان هيك في الصناعات، التي الصناعات فلاحه والنقل، يعني هذا المفهوم. وقت نقول جرين هيدروجين يعني طريقه استخراج الهيدروجين هو بطريقه نظيفه لا تزيد من انبعاثات الكربون. فهمت الدرس مظبوط؟ لو سمحت اضافه، لو سمحتي. يا تفضلي. يعني لكي نتحدث عن هيدروجين اخضر لازم تكون الطاقه المستعمله في عمليه التحليل الكهربائي هي طاقه نظيفه، يعني طاقه متاتيه من الطاقات المتجدده مثل الطاقه الشمسيه والطاقه الهوائيه، لانه الالكتروليز تحتاج طاقه كهربائيه. الطاقه الكهربائيه يمكن ننتجها بالتقنيات الكلاسيكيه. في هذه الحالة لا نتحدث عن هيدروجين أخضر، لا يمكن أن نتحدث عن هيدروجين أخضر. الهيدروجين هو أخضر إلا إذا كانت الطاقة المستخدمة هي طاقة نظيفة. أوكي، سو يعني إذا حطينا الكهرباء تأتي من الشمس أو من الماء أو من الهواء، يكون الهيدروجين المستخرج هو أخضر. إذا استعملنا غاز بلا CCU يكون جرين جراي، وإذا استخدمناه مع غاز ولكن سحبنا منه CO2 بيصير بلو، صحيح؟ صحيح، وإذا استخدمنا طاقة نووية مثلاً بيصير بينك. بيصير بينك، كتير منيح. فخلينا دكتور عبد الله، يعني وقت نسمع هذا الكلام نقول أوكي إنه جيد جداً، وأين المشكلة فإذاً؟ ولكن يبدو أن هنالك إشكالية اليوم، لأنه نرى إنه البعض يقول انه قد يكون هذا هو الحل، والبعض الاخر يقول انه هو ليس الحل، واساسا ليس تنافسي مع بقيه المصادر الطاقه للصناعات او لاي انتاج اخر. وبالتالي ما هو تقييمك يعني كباحث كعلمي للامكانيات الحقيقيه للهيدروجين الاخضر لدفع نحو التحول الطاقي؟ يعني كيف ترى دور، أين ترى دور هذا الجرين هيدروجين؟ هل هو عن جد يعني الحل السحري، أو أنه قد يكون جزء من الحل، أو لا ترى له مستقبل أبداً؟ طبعاً لا شك أن يعني الجميع يبحث عن الحلول السحرية، ولكن للأسف لا يوجد حل سحري. كل حل يعني من الناحية العملية له تحدياته، طبعا بشكل عام الدول تحتاج الى تنويع مصادر الطاقه لديها كخيار استراتيجي، فلا نستطيع ان نقول يعني ان احنا بنروح فقط للهيدروجين الاخضر ونترك مصادر الطاقه المختلفه. التنويع في مصادر الطاقه هو هدف استراتيجي
لابد أن تسعى إليه الدول لأجل إذا كان هناك أي خلل في الإمداد أو خلل في التصنيع أن يكون هناك تعويض بالطرف الآخر. هذا من جانب. من جانب آخر، أنت أيضا يعني ذكرتي قضية العرض والطلب. الهيدروجين بشكل بكل أنواعه عليه اليوم يعني بدأ يكون هناك عليه طلب كبير، وهذا يعطي قيمة سوقية في المستقبل، خصوصا نحن نتكلم عن ما يسمى بالجرين ديل اللي يعني الاتحاد الأوروبي أطلقه، وهذا يعطي ديمان كبير إلى المصنعين أو يعطي طلب كبير إلى المصنعين. وهذه أيضا يعودنا إلى أن كثير من التقنيات هذه، يعني الهيدروجين كتقنية وجدت من يعني من ليست اليوم، فهي موجودة من الستينات والسبعينات، والاتحاد الأوروبي أو الدول أو المؤسسات العلمية في أوروبا سعت إلى تطوير يعني إلى تطوير الطاقات الأخرى ما عدا هذه الطاقة في ذلك الوقت. فهذه التكنولوجيات موجودة، وبالإضافة يعني إلى الهيدروجين وغيرها من التطبيقات، الإشكالية الكبيرة في الطاقة المتجددة بشكل خاص هي إيجاد ما يسمى يعني البزنس موديل المناسب، وليست القضية في التكنولوجيا كتكنولوجيا. يعني لو دخلنا على قضية الهيدروجين، نجد أن قضية تخزين الهيدروجين بشكل عام تعد من التحديات الكبيرة اللي تواجهها العديد من الدول. ايضا نجد ان 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 ايضا الاشتراطات في قضيه التصنيع او قضيه يعني وجود قضيه وجود ستاندر معين ينطبق على يعني مثلا يعني كيف نستطيع ان نعرف، يعني لما يقول الاتحاد الاوروبي ان انا بحاجه الى هيدروجين اخضر، تعريف للهيدروجين الاخضر يختلف عن تعريف الدول الخليجيه مثلا، يختلف عن تعريف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن في نشوء لهذا يعني لهذا القطاع الجديد، نجد أن هناك تعريفات معينة وأيضا يعني معايير معينة لابد أن نتوحد عليها. الأمر الآخر في قضية طبعا يعني في قضية الهيدروجين، هي أيضا في أي قطاع سيكون هناك الاعتماد. الاتحاد الأوروبي يعني هو متقدم على كثير من الدول في قضية وضع التشريعات، وأنه ينظر إلى الهيدروجين كمصدر أساسي لقضية النقل بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية الأخرى، لكن هو لديه تصور واستراتيجية متكاملة في هذا القطاع. إلى أي حد هذه الاستراتيجية صحيحة أو عملية، هذا يعني نحتاج إلى وقت إلى أن نستطيع أن يعني نحكم على هذا. يعني إحنا في زياراتنا يعني المتكررة للاتحاد الأوروبي نسأل أسئلة علمية وتقنية، ويقولون لنا بصالح العبارة ما عندنا جواب، إحنا سنعمل عليه. ولذلك إحنا يعني وهذا هي المدرسة، يعني كل التقنيات لما بدأت كانت تواجه تحديات كبرى، والعمل عليها هو الشيء الذي نستطيع أن يعني نعول عليه. نقطة أخيرة من التحديات أيضا، إحنا لا تنسون أن يعني عندنا قطاع متكامل لآخر 70-80 سنة، فكيف بيكون قضية التحديث لهذا القطاع، وكيف بيكون قضية يعني الدمج إلى هذا القطاع، وأيضا هذا الدمج هل يعني بحاجة إلى يعني تقبل مجتمعي وتقبل من العاملين وتقبل من القطاعات المختلفة وتقبل، يعني ليست قضية يعني لما احنا يعني انا يعني عجبني السؤال هل هو الحل السحري، لا، هو حل نحتاج ان نعمل جميعا لاجله كمجتمع، كاقتصاد، كصناعة، كمؤسسات بحثية علمية، نستطيع ان نتكامل جميعا الى ان نجد يعني الى ان نجد الحل المناسب. الأمر المهم أيضا في هذا القطاع أن إحنا يعني الدول تختلف في وجهة نظر، يعني في توجهاتها إلى 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 الهيدروجين، ولكن إحنا نجد أنه لابد أنه سيكون له مستقبل واعد، والتحديات هذه لابد يعني أن تحل بطريقة تتناسب مع حجم العرض والطلب يعني في المستقبل.
شكرا دكتور عبد الله. يعني دكتور آسيا، بناء على ما قاله دكتور عبد الله، الكلمة السحرية الأخرى مع الهيدروجين الأخضر هي الاتحاد الأوروبي، لأنه نرى أن هنالك دفع كبير من الاتحاد الأوروبي على هذا الموضوع، والاتحاد الأوروبي يذهب من مكان إلى آخر ويوقع هذه الاتفاقيات يعني مع البلدان التي تعتبرها قد تكون يعني من الممكن أن تكون المصدر لهذا الجرين هيدروجين أو الهيدروجين إلى أوروبا. وبالتالي نرى أن البلدان شرق الأوسط، يعني أعتقد أنه يمكن معظم هذه البلدان المنطقة شرق الأوسط شمال أفريقيا يعني لديها مخططات ولديها استراتيجيات للجرين هيدروجين أو للهيدروجين. فبنظرك يعني ما المبتغى؟ يعني ماذا تريد هذه الدول؟ لماذا تريد أن تطور لديها استراتيجيات وتريد أن تنفذها؟ بين الاستراتيجية والتنفيذ أكيد نعرف أن هنالك قد تكون أوقات مساحات كبيرة أو عقود ولا تنفذ استراتيجيات، ولكن ما المبتغى؟ يعني ما المبتغى من استراتيجيات؟ ماذا تريد هذه الدول؟ الاستعمال الداخلي، التصدير، موقع استراتيجي لديها؟ وخاصة نعرف أنه الذي نراه، لأنه دكتور عبد الله تكلم عن البزنس موديل، ما نعرفه أنه ما يقال حاليا أنه كلما كان مصدر الهيدروجين أقرب إلى المصب، يعني إلى حيث سوف يذهب، كل ما يكون كومبتيتيف متنافسي أكثر. يعني هذه المساحات مش أنه والله في يكون يبدأ الإنتاج في ما بعرف وين، في الفلبين ويصدر إلى لندن مثلا، إلى بريطانيا، ولا يكون تنافسي. فأنت من قراءتك للأمور، ماذا تريد هذه الدول؟ لماذا لديها كل هذه الاستراتيجيات؟ ماذا تبغى؟ قبل أن نذهب إلى موضوع داخلي أكثر، وهو ماذا تريد تونس من موضوع الهيدروجين الأخضر؟ شكرا. أولا، هذه الاستراتيجيات مرتبطة بحاجة الاتحاد الأوروبي فعلا، فحاجة الاتحاد الأوروبي مهمة ومهمة جدا في الهيدروجين الأخضر، لأنه هناك استراتيجية الانتقال الطاقي، بحيث أنهم يتوجهون أكثر فأكثر للطاقات النظيفة والجديدة والمتجددة، ولكن أيضا لتحقيق اكتفاء ذاتي، أو بالأحرى لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاندبندنسي، or to have a mix more secure mix. مثلا حاجيات الاتحاد الأوروبي في سنة 2030 متوقعة أن تكون في حدود 20 ميجاتون هيدروجين في السنة، منها 10 ميجاتون مواردة من مناطق أخرى من العالم، لأنه مثل ما في السابق، الانتاج الهيدروجين الأخضر متركز على يرتكز على الطاقات البديلة المتجددة، يعني طاقة الهواء وطاقة الشمس بالتحديد، والقدرة الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي ليست مهمة بالقدر الكافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. يعني سوف يكونون في كل الحالات بحاجة لتصدير كمية من البعض من حاجياتهم من دول أخرى. وبالنسبة للهيدروجين الأخضر، مثل ما ذكرتي، نقطة مهمة هي نقل الهيدروجين، بحيث إذا ناخذ the value chain، سلسلة القيمة، سلسلة القيمة المضافة، شكرا، تخزين الهيدروجين ونقل الهيدروجين فيهم باللغة الفرنسية، يلا، une bonne partie des coûts اللي اتبي، يعني النسبة الأهم من قيمة أو من ليس الأهم، النسبة الأهم هي مرتبطة بالإنتاج الكهربائي. بس في نسبة مهمة، هو موضوع مهم، والنقل والتخزين كمان والنقل يؤثرون على سعر أو كلفة الإنتاج أو كلفة البيع. بالضبط.
يعني لهذا الاتحاد، بلدان الاتحاد الأوروبي يشتغلون حاليا على البارتنريا، والدول المنطقة شمال أفريقيا والعالم العربي بصفة عامة هي مهمة، لأنه فيه طاقة إنتاجية كبيرة والنقل يكون أسهل، المسافات أقرب، يعني النقل أسهل. من ضمن البلدان التي الذين ينتجون الهيدروجين الأخضر هناك شيلي مثلا، بس بالنسبة للشيلي النقل بين الشيلي والبلدان الاتحاد الأوروبي سيكون مكلف، لهذا غير تنافسي. لهذا بلدان منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بصفة عامة هي مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأنه يتمكن من تخفيض تكلفة النقل مع طاقة إنتاجية مهمة، وبما يمكن من تخفيض التكلفة الإنتاجية ككل. طيب هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لماذا الدول العربية تشتغل حاليا على الهيدروجين الأخضر وتطوير استراتيجيات، وضع استراتيجيات هيدروجين أخضر؟ لأن هناك النقطة المتعلقة بتقليص الانبعاثات، يعني حسب مثلا ما تعلمون حسب الاتفاق الممضى من طرف الدول المشاركة في الكوب 21 هناك هدف بتخفيض نسبة الانبعاثات ب 45% بحلول سنة 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفر في سنة 2050. يعني الدول المشاركة في هذه القمة والدول التي وافقت على هذا الاتفاق، التي أمضت على هذا الاتفاق، هي مجبرة نوعا ما على تحقيق هذه الأهداف. لذلك عدة دول من هذه الدول المشاركة وضعت استراتيجيات لتخفيف الانبعاثات في مختلف المجالات، من بينها تونس والمغرب مثلا، وكطريقة من طرق تخفيض الانبعاثات الهيدروجين الأخضر واستعمال الهيدروجين الأخضر في عدة مجالات مثل ما ذكرتي يمكن من تحقيق اقتصاد ببصمة كربونية منخفضة، وبالتالي يمكن من تخفيض نسبة الانبعاثات. اوكي سو لنعود فاذا الى تونس هلا، لانه كمان دكتور عبد الله تكلم عن قبول المجتمعي سوشيال اكسبتنس لهذه المشاريع الجديده، ان كانت في الطاقات المتجدده او حتى مشاريع الهيدروجين. وتونس هي من احدى الدول التي تعمل على استراتيجيه وعلى تنفيذ مشاريع بالهيدروجين الاخضر. ما الهدف ولماذا نشعر أن هنالك نوع من يعني ليس هناك من قبول مجتمعي أو هنالك خوف من المجتمع أنه هذا المشروع الهيدروجين الأخضر لن يفيد إلا أوروبا كما ذكرتي، لأنه أوروبا هي الدافع الأول لموضوع الهيدروجين الأخضر، 50% من حاجاتها سوف تأتي من الخارج، وهذا الخارج كل ما كان أقرب لإلها جغرافياً كل ما يكون جذاب أكثر، وبالتالي يعتبر يعني مواطني المنطقة أنه يأخذون مصادرنا مرة جديدة ولا يعطونا شيء، هل هذا ما سوف نراه في المستقبل؟ فقولي لنا ماذا تريد أن تفعل تونس وكيف تريد أن تكسب أن يكون win-win للطرفين، للاتحاد الأوروبي ولتونس بهذه المشاريع؟ يعني تونس هي بصدد وضع استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بس الإنتاج مش بش يكون الكل تصدية، فيه نسبة راح تكون متوجهة للاستهلاك المحلي، مما سيمكننا من تخفيض انبعاثاتنا، من 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 تحول نحو اقتصاد أخضر، وفيه نسبة راح تكون متوجهة للتصدير، والتصدير يجب أن نعتبره كفرصة ليس كأمر مسقط. يعني
لأنه التفضيل سيمكننا من إيرادات سوبليمونتير إضافية، يعني إيرادات إضافية من التفضيل. بس حسب رأيي العنصر المهم هو التطور التكنولوجي. يعني إحنا إذا نكون مواكبين للأحداث ونشتغل مع الدول الأوروبية على في هذا المجال، من ضمن الأشياء التي يمكن أن تفيدنا هي التمكن من التكنولوجيات المستعملة في هذا الميدان والمشاركة في تطوير هذه التكنولوجيات. فيه عنصر ثاني في كيفية استعمال هذه الفرصة أو استغلال هذه الفرصة بالأحرى، هو عبر خلق مواطن شغل جديدة للكفاءات التونسية. يعني لتطوير هذا المجال، يعني تطوير الانستاليشنز في المجال الهيدروجين الأخضر، يتطلب يدعم له بمختلف أنواعها، بس أيضاً يدعم له بالشغل بالوظائف كاليفيه. أوكي. مثل المهندسين أو الباحثين أو بدنا أن يكون هنالك تبادل، يعني بين التبادل بين المؤسسات والجامعات الأوروبية مع أو الأمريكية مع الجامعات والمعاهد الوطنية في تونس لتطوير يعني قدرات الموظفين أو قدرات العاملين ليتمكنوا من مواكبة هذه التطورات. يتبادل لتطوير المهارات، بس أيضا خلق مواطن الشغل لتشغيل هذه المهارات، لأنه إحنا حاليا أكثرية اليد العاملة مثلا في المهندسين في القطاع الهندسي، أكثرية خريجي الجامعات يشتغلون في الخارج في أوروبا بالتحديد. بخلق الموارد شغل، بخلق مواطن شغل في تونس، نتمكنوا من طبعا من أنه هذه نقل للمعرفة، يعني التي تكون هي جزء من المكاسب التي تأخذها الدول، يعني أو تأخذها تونس من خلال تطوير هذه المشاريع، نقل المعرفة مع خلق مواطن الشغل. أوكي. دكتور عبدالله، لنعود إليك. يعني تكلمنا عن موضوع الهيدروجين أنه قد يكون جزء من الحلول، تقول التقنيات موجودة وليست مشكلة بالتقنية أكثر منها بالبزنس موديل. تكلمنا عن القبول المجتمعي وعن ما يعني عن منيو ليه بيكون وين وين، منها نقل التقنيات إلى السوق المحلي. يعني هذا من ناحية الهيدروجين، ولكن هنالك أيضا تقنيات أخرى نتكلم عنها اليوم، اللي هي احتجاز الكربون وتخزينه، أو قبل الاحتجاز، يعني أنه capturing، يمكن هو الاحتجاز capturing الكربون وأنه إعادة استعماله وتخزينه. وهذه التقنية اللي هي عم تكون CCU أو CCUS، اللي هي كلام كبير عليه في دول منطقة الشرق الأوسط والخليج خصوصا، يستعملونه لموضوع كيفية تحويل قطاع النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز إلى أقل انبعاثا. وبالتالي هذه التقنية يتكلمون كثير عليها، والبعض يعترض يقول أنه لا، عليكم التخفيض من الإنتاج وليس أن تكملوا بالإنتاج، ولكن تقولون أنتم تريدون أن تستثمروا أكثر في تقنية احتجاز الكربون وإعادة استعماله وتخزينه. بالنسبة إليك وأنت مواكب لكل ما يحصل في الخليج طبعاً وبالتقنيات، هذه التقنية أولاً أين أصبحت؟ هل هي ناضجة للاستعمال أو لديها العمل عليه؟ ومن يعمل عليها؟ يعني أنت كمان على دراية، وأنت من الباحثين الشباب الذين يطورون تقنيات جديدة
وبالتالي أين المنطقة من هذه التقنيات؟ هل تطور عنا هذه التقنيات التي نحن نريد أن نستثمر فيها أو تطور في مكان آخر؟ وأين أصبحت؟ ورأيك أساساً إذا سي سي يو إس هو الحل؟ طبعاً طبعاً أنا يعني هو سؤال استراتيجي ومهم. أنا بس بعلق تعليق على موضوع الهيدروجين الأخضر وبرجع على يلا الكربون كابتشر ستورج. أنا عندي 10 دقايق، إيه يعني خلينا بس شوي خلينا نقعد. تعليق بسيط، طبعا احنا لما نقول ان 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 كل الطاقه، انواع الطاقه الجديده والمتجدده كلها بتكمل بعضها البعض، الهيدروجين قد يكون احد الحلول في معالجه صعوبات طاقه الرياح والطاقه الشمسيه، لان احنا عندنا طاقة تولد أكثر في بعض الأحيان أكثر من المطلوب، ونستطيع أن نستعمل هذه الطاقة بدل أن نخزنها والتخزين يكون هو يعني مكلف، نستطيع أن نحولها إلى هيدروجين عن طريق أن نوصلها بالماء أو ماء البحر، ونستطيع بعد ذلك عن طريق يعني التفاعل الكيميائي يخرج لنا الهيدروجين الأخضر. فهو نفس ما قلت إن هاي كل التكنولوجيات تكمل بعضها بعض، فهو ما في حل سحري واحد، هو مجموعة من الحلول لازم تشتغل مع بعض. رجوعا إلى سؤالك، طبعا إحنا إذا بننظر إلى قضية الكربون كابتشر وليش الحديث عنها قاعد يعني يكثف، خلينا نقول في منطقة الخليج العربي، لأن يعني تحدياتنا إحنا في منطقة الخليج العربي تختلف عن التحديات اللي يواجهونها إخواننا في شمال أفريقيا، وأيضا التحديات اللي تواجهها أوروبا. يعني في أوروبا ما عندهم يعني موارد طبيعية مثل دول الخليج، ولذلك هناك رغبة للتخلص من الهيدروكربونز. المملكة العربية السعودية وبالأخص مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية أطلق مبادرة استراتيجية في الجي 20، وهي احدى يعني الطرق اللي احنا ننظر اليها في المنطقة كدول الخليج كدول مصدرة للنفط والغاز، ننظر اليها ان هي احد السبل المهمة والأساسية في قضية التحول، وهو ما يسمى بالاقتصاد الكربون الدائري، وهي فكرة نابعة عن يعني مقال شهير في مجلة نيتشر المشهورة، Carbon is not our enemy. فننطلق من مبدأ هذه الفكرة العلمية، تنطلق من مبدأ keep your enemy close، يعني خل عدوك قريب منك واعرف تتعامل معه أفضل منك يعني تخليه بعيد عنك. ولذلك إحنا تكنولوجيا الكربون كابتشر هي طبعا أرامكو، وهي أكبر مصدر للنفط والغاز، عندها احدى اكبر يعني المنشآت في العالم، وهي ما زالت هذه المرحله في مرحله الار ان دي يعني. ولذلك شركات النفط والغاز لديها امكانيات ماليه ضخمه للاستثمار في هذا النوع من التقنيات. واذا استطعنا في المستقبل، نفس ما ذكرت في البدايه، احنا نمر بتحديات كبيره في كل القطاعات، والتطوير مستمر، والذي يقود عمليات التطوير اليوم شركات يعني كبيره في المنطقه بتعاون دولي مع شركاء دوليين كبار. ونستطيع ان نقول ان يعني هذه التقنيات سيكون لها مستقبل واعد في منطقة يعني، وتطبيقاتها على فكرة مختلفة. يعني احنا لما نستطيع ان يعني لو انتم تنظرون على المؤشرات، لان مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية وضع مؤشر للاقتصاد الكربون الدائري، وهو يغطي كل مجالات الكربون، يعني منها قضية الكربون كابتشر وتخزين الكربون، منها ايضا استعمال الاماكن الناتشرال بيست يعني سولوشنز اللي هي الاشياء الطبيعيه لامتصاص الكربون، ايضا استعماله في الحقول النفطيه يعني الحقول القديمه في قضيه تجديدها وقضيه الانجكشنز داخل، ايضا دخوله في الصناعات. يعني احنا اليوم نجد من الصناعات الواعده ايضا، وهي لاحدى الشركات الكبرى في الولايات المتحده في كاليفورنيا على وجه خاص، انهم قاعدين يعني ينتجون باتريز عن طريق الكربون. فلذلك احنا نجد التطبيقات يعني مختلفه، ولذلك
التحديات اللي تواجه الدول هي التي تفرض الحلول، ولذلك نحن نؤكد أن إحنا لابد أن نضع في سياقاتنا أن إحنا نراعي قضية التصدير، وهذا أمر مهم، ونراعي احتياجاتنا، ونراعي الطبيعة اللي عندنا، ونراعي أيضا إمكانياتنا التي نستطيع أن نتميز فيها على يعني بقية دول العالم، حتى نكون نموذج في قضية ولذلك أنا أجد أن هذه التقنية تقنية واعدة ومهمة جدا واستراتيجية. وأيضا إحنا لما نتكلم عن قضية التكامل بين القطاعات المختلفة، يعني لا نستطيع، أنا أجد أن كثير من الطرح الذي يعني يطرح من الاتحاد الأوروبي يعني يكون فيه كثير من المثالية التي لا يعني، وهذه المثالية يعني للأسف الشديد رأيناها تتحطم في الأزمة الأوكرانية بشكل كبير يعني. ولذلك احنا نحتاج ان نكون، واحنا طبعا يعني كمهندسين ننظر الى الامور بنظره عمليه، يعني نجد ان التحول، لابد التحول الطاقه امر مهم، احنا نعاني ونعاني من قضاء من تغير مناخي سيء، وايضا يضاف الى ان تخزين الكربون، الدراسات الحين الجديدة يعني في قضية التغير المناخي تقول إن حتى لو وصلنا إلى ما يسمى بالحياد الصفر الكربوني أيضا هذا ليس بكافي، بمعنى آخر إن نحن بحاجة إلى هذه التكنولوجيا عشان إحنا نروح يعني إلى نيجاتيف نت زيرو، يعني نبتدي أن نمتص الكربون اللي إحنا خلفناه خلال آخر 50 سنة. ولذلك أنا أجد إن هذه التكنولوجيا التعويل عليها تعويل يعني تعويل لمستقبل الأجيال القادمة، ولذلك التقليل منها أو عدم الالتفات إليها يشكل خطر كبير، ولذلك العمل عليها مستمر في المنطقة. ونتمنى أن يكون هناك تعاون دولي أكبر واهتمام أكبر من الحلفاء، يعني حلفاء المنطقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول يعني الدول، وهذا ما نراه، يعني نوعا ما انه نرى انه اليوم المنطقه كما قلت يعني كل منطقه وحاجاتها او كل بلد وحاجاته وكيف يرى التنوع الطاقي عنده. ونرى هذا الموضوع يحصل اليوم بين الامارات والسعوديه، نرى انهم يقودان الحملة على أنه علينا التنوع بالطاقة وعلينا استعمال كل التقنيات للوصول إلى الأهداف المرجوة. دكتورة آسيا، لأنه الوقت يداهمنا، دكتورة آسيا السؤال عن التقنية، يعني عن الأبحاث، يعني كي دائما نعرف أنه التقنية تأتي من الخارج، نحن نريد أن نأخذها، نأخذها أو لا نأخذها وكل هذا الحديث، ولكن في المنطقة، في منطقتنا، كم نستثمر اليوم في الأبحاث وفي الإنوفيشن مثل ما بنقول في المنطقة، وخاصة أنه نحن متأثرون أكثر من أي منطقة بالتغير المناخي، وإذا لم نفعل شيء قد نصل إلى زيادة 4 درجات حرارة في المنطقة، واليوم نحن في هذه الحالة ولا نستطيع أن نعيش، هنالك مناطق تكون حارة جدا ونرى كل التغيرات التي تحصل. كم من الحجم الأبحاث في منطقتنا؟ ويمكن كمان لتردي على آخر سؤال اللي هو توصياتك لمؤتمر الأطراف COP28 بموضوع التقنيات، ما هو؟ ولننهي مع الأستاذ عبدالله عن توصياته كمان، فتفضلي دكتورة. شكرا. يعني الموارد المالية في العالم العربي بصفة عامة، خصوصا بلد مثل تونس، ليست الموارد الداخلية ليست مهمة بصفة الكافية، لكن هناك فرص مهمة ومهمة جدا عبر البرامج التشاركية مع بلدان مثل بلدان الاتحاد الأوروبي. فيه برامج تمويل لمثل هذه الأبحاث، للأبحاث بصفة عامة، بس بصفة خاصة للأبحاث في الجرين بصفة عامة، والجرين هيدروجين بالأخص. سو حسب رأيي لازمنا نستغلوا هذه الفرصة لتكون العلاقة وين مثل ما قلتي، يعني احنا ممكن نفيد ونستفيد من هذه البرامج البحوث التشاركية لكي نوفر الموارد اللازمة،
بس أيضاً لتمكين عملية تبادل الخبرات في هذا الميدان. بالنسبة للتوصيات، التوصيات خاصة في الجرين في الوين وين سيتويشن، يعني يلزمنا نركزوا على النقاط اللي يمكن نكونوا فيها احنا رابحين. الاتحاد الاوروبي بحاجة للجرين هيدروجين، بلدان الاتحاد الاوروبي بحاجة للجرين هيدروجين، احنا عندنا قدرات انتاجية مهمة، يعني ممكن نوفروا نسبة هامة من هذه الحاجيات، لكن ما يلزمش يكون على حساب نقاط أخرى. مثلاً من النقاط المهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر هو استعمال الماء. إحنا عندنا مشكلة في الـ في الـ في الـ في, الـ في المياه في العالم العربي بصفة عامة، وفي تونس من بين البلدان التي تعاني من مشكلة المياه تونس. I think we have to consider this issue. من ضمن الحلول التي يمكن اقتراحها في هذه النقطة هو استعمال تقنيات تحلية المياه. يعني الماء الذي نستعمله لإنتاج الهيدروجين الأخضر لا يجب أن يكون ماء للشرب، يعني يجب يكون متأتي من مصادر أخرى مثل المياه البحر واستعمال تقنية تحلية المياه. وهوني ماذا بيا نشير النقطة أنه نسبة التكلفة المتوجهة للماء في بالنسبة للتكلفة الجملية لإنتاج الهيدروجين الأخضر لا تمثل إلا 1%. فبحيث إذا نستعمل تقنية تحلية المياه ممكن ننتج أكثر مياه، نسبة منها نستعملوها للإنتاج الهيدروجين والنسبة الأخرى تكون متوجهة للاستهلاك المحلي، وهيك بدنا نكون عندنا positive impact social impact بالإنتاج الهيدروجين الأخضر. النقطة الأخيرة هي اللي تحدثنا فيه قصة التطور التكنولوجي، كيف أنه بدنا نكون actors في هذا المجال عبر المشاركة الفعلية في تطوير التكنولوجيات في هذا المجال. شكراً دكتورة، شكراً لهذه التوصيات الكونسايس يعني to the point. وأعتقد يعني مثل ما قلنا الفكرة أنه لتطوير تكنولوجيات جديدة ليس علينا أن نخلق مشاكل نحن بغنى عنها، وخاصة بموضوع المياه. دكتور عبدالله، قبل أن ننهي، توصياتك لكوب 28، ماذا تريد أن توصي المجتمعين إن كانوا من الدول المانحة أو من الدول المنطقة، ما يجب أن يفعلوه بموضوع التقنيات الجديدة وتطويرها؟ طبعاً أنا أجد أن من أول الأمور المهمة التي يعني لابد الالتفات لها قضية تفعيل التعاون الدولي، لأن التغير المناخي بشكل عام يعني ما بيكون مفيد إذا كانت المملكة العربية السعودية ولا تونس أو جمهورية مصر العربية حققت إنجازات ضخمة وبقية الدول العربية ودول العالم ما حققت شيء. البيئة تجعلنا مترابطين مع بعضنا، نحتاج جميعا أن نعمل مع بعض، ولذلك قضية التعاون الدولي يعني هو من القضايا يعني الاستراتيجية والقضايا أيضا المهمة التي لابد أن نلتفت إليها، ولابد أن تخلق شراكات حقيقية لأجل تمكين هذا التعاون ولأجل إيجاد حلول سريعة وعملية. بالإضافة إلى ذلك إحنا لابد يعني نجد إن يعني في قضيتين مهمتين يعني مهمتين لابد الالتفات إليهم. الدول المصدرة للنفط والغاز عليها مسؤولية، وهي قضية يعني قضية الاهتمام أن يكون الإنتاج النفط وتكريره يكون يعني بأحسن طريقة ممكنة، أن يكون ما له تأثيرات بيئية. يضاف إلى ذلك إن المستهلكين أيضا عليهم مسؤولية، يعني ليست المسؤولية فقط على المنتجين، يعني ونترك المنتج هو المسؤول والملام وكل شيء، ويعني المستهلك ليس عليه لوم، يعني لابد أن يكون هناك يعني مسؤولية مشتركة، وهذا يجعلنا إلى تفعيل ما يسمى بالاقتصاد يعني الدائري. أيضا الدول العربية أو الدول التي تعاني من نقص
في التقنيات. لا أنا لا أجد المشكلة إن إحنا ما عندنا إمكانيات مالية، وإن كنا طبعا على حسب الإسكوا إحنا يعني معدلات الإنفاق على البحث العلمي على حول الإنفاق العالمي 2% بير جي دي بي، الوطن العربي أقل من ذلك بكثير، إلا لو إحنا خلينا 5% أيضا القضية لن تحل، لأن إحنا بحاجة أن يكون عندنا إيكو سيستم يحول هذا البحث العلمي إلى إنتاج عملي، وهذا هذا هو السايكل المفقود في العملية الموجودة عندنا. نحتاج إلى خلق هذا بشكل أكبر، والشركات الدولية والشركات المحلية بين الوطن العربي هو الشيء اللي لابد أن نعمل عليه ونؤسس إليه يعني بشكل عملي، حتى تكون هذه التكنولوجيات يعني نابعة من عندنا عن طريق يعني دولنا وعن طريق باحثينا اللي هم طبعا يعملون في كل مكان في العالم. وشكرا. شكرا دكتور عبد الله العباسي على هذه التوصيات، وشكرا دكتورة آسيا زنودة على كل التفسير اللي عطيتنا اياه حول ما هو الهيدروجين الأخضر. شكرا لجميع الذين يواكبونا على زوم او على فيسبوك. هذه كانت آخر حلقة قبل أن ننتقل إلى دبي، والحلقة المقبلة بخمسة ديسمبر في دبي مباشرة من دبي لمواكبة أعمال مؤتمر الأطراف 28. شكرا للجميع وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.